فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا للزميل طارق الحماد، شكرا لكباتنا في الاستوديو التحليلي وللزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي ساداتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا مع هذا الموعد العالمي الكبير في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني هنا في جدة في المملكة العربية السعودية، 12 من يناير 2020 هنا جدة، عروس البحر الأحمر التي ستكون محط أنظار العالم، وهي تستضيف أقوى ديربي في العالم على كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد في الوطن العربي الكبير. أهلا وسهلا بكم معنا، ريال مدريد أتلتيكو فخالي لفاران. كما يعلم الجميع يمكن القول أن ريال مدريد مرة سمع تمام أتلتيكو. لمسة إلى مودريتش، تغطية وتدخل توباس، يستعدها ساول، ساول فوز على برشلونة. موراتا مرة موراتا عدى موراتا أرضية وكرة يبعدها كارفاخال. إيريرا بلمسة على الجهة اليمنى، تريبيرا أمام تغطية ثم مندي، لمن لتوني، وعرضية وإسكو انتظار، دفاع منع تصل إلى داني، داني بكرة إلى فاليفيردي، فاليفيردي مر، تغطية وتدخل أمام كرة فاليفيردي بتمريرة ذكية، لكن الدفاع تدخل أمام إسكو، وبعد ذلك ريال لمسة تصل إلى إسكو، إسكو يحاول بتمريرة، إسكو أمام ريال يحاول هجوم، كرة تصل بعد ذلك لكاسيميرو، والضربة الأولى في يد أوبلاك، ليست على أوبلاك هذه الكرات يا كاسي، كاسيميرو تسديدة لكنها في يد حارس المرمى المتألق أوبلاك. الكثير يرى بأن أوبلاك حاليا هو أفضل حارس في أوروبا، كثير من المتابعين، إنه نادي كبير بلاعبين يعيشون من أجل لعب هذا النوع والألقاب، كل ذلك تقريبا في أقل من 3 سنوات. لمسة في وسط الملعب خطأ، يحتسب حكم المباراة لمصة على تهديفيا، هدف التاريخي لديربي مدريد برصيد 22 هدف بالنسبة بالتأكيد بالنسبة لدييغو وكذلك لليمار. لمسة يد على لوكا ليمندي، 13 دقيقة لعب في شوط المباراة الأول، بالخطأ وفلاكس عدت، يا الله يا جواو لم تقبل الهدية في مباراة نهاية، يا جواو فلاكس خطأ فادح من ريال مدريد، من دفاع ريال مدريد لم يستغل جواو فلاكس، كان على اعتاب المرمى، الضربة يا ولدي كانت تحتاج إلى قسمة بيحرف الذهب وفرصة ومرور، لكن في الأخير الكرة ضاعت على موراتا، ضاعت على موراتا، ولكنه مر من كورتوا وحكم اللقاء أشار إلى وجود ضربة مرمى لكورتوا. موراتا حاول أن يلدغ شباك فريقه السابق في اللقطة الماضية، ثاني خطأ من الدفاع المدريدي من ميندي هذه المرة، شوف اللقطة لموراتا اللي بحث عن ركلة جزاء لم تكن موجودة في قوي بحجم ريال مدريد، كرة تصل إلى تريبير، طلب الكرة من موراتا، تريبير يلعب عرضية لكن فاران يتبي لقب دور الأبطال، كرة ومحاولة لجواو فيليكس، تغطية وتدخل أمامه ثم بعد ذلك سهل الأقرب أقرب إلى مرمى مدريد، كرة تصل إلى لودي، محاولة داخل منطقة كوريا لكن فاران قوية، كرة تصل مرة أخرى لكنها عدا توماس، توماس يبحث عن التمرير حلوة باتجاه موراتا، موراتا قوية لكنها مرة جانبية، يا الله ضربة من جانب الفار موراتا، لكن كرة عدت بمحاذاة القائم يا موراتا، تسديدة قوية لكنها عدت وإلى ضربة مرمى لتصل كرة، هذا جواو فيليكس تمريرة، ساول يحاول لكنها طالت عليه وفي الأخير تحولت إلى ركنية لأتلتيكو، دخل جو المباراة، أتلتيكو بدأ يكشر على نيابه، أتلتيكو بدأ يظهر قوة الهجومية يا دييغو، يفتقدون نوع من هاللاعب من هالكريه للروخي بلانكوس، تريبير يلعبها عرضيه بالراس لكنها عبرت، مرت من الجميع، اقرب لكورتو، عوده بعد ذلك لكوريا، عدى داخل المنطقه ولكن راموس، من غيره راموس، خلص تناغم، كره طويله لكنها بعيده، حتى المستوى الفني الرفيع اللي كان يقدم الفريق مع سيسو، امكانيات عاليه جدا، وقد أدار مباراة نهائية على مستوى السوبر واحدة كانت بين ريال بعد كباتنا في الاستوديو والزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في شوط المباراة الثاني
في ديربي مدريد على كأس السوبر الإسباني هنا في جدة 2020، حيث المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر. شوط أول انتهى بالتعادل بين الفريقين كما تابعنا، بدون أهداف ومع القليل من الفرص الحاضرة، ولكن أيضا حرص كان كبير جدا إيرات بالنسبة لسيميوني الذي يأمل في أن يحصل فريقه على مرتدات أو على فرص أو يخطف هدف. بلانكوس يريدون أن يلعبوا دورهم في المباراة مع ركنية ثانية تريبير يلعبها، من في المتابعة كبيرة ليست كثيرة، جوامر فيليكس، فيليكس يحاول على حدود منطقة الجزاء تمريرة كاسيميرو. يا جماعة يتكلم أنه البارسا في النهائي أتلتيكو جاء من بعيد وقلب كل الموازين. الآن يوميتش مرتدة سريعة لمصعد ريال مدريد، يوميتش مار يوميت بكرة لكنها ضاعت. يا الله يوميت كان على اعتاب المرمى. كاسيميرو لم يكتفي بتحطيم رسمية، المدافع خيمينيث ولعب خط الوسط ساول ليسكو امام تغطية بجانب توماس خطأ احتزي اليمنى داني كارفاخال بينية اقراها الدفاع، خيمينيث خلصها بالخبرة للودي وحكم اللقاء احتدريتش يحاول بناء الهجمة. مودريتش يلعب تمريرة حلوة باتجاه يوميتش يحاول داخل منطقة وكرة. يا إلهي لوكا للوكا، لكن لم تكتمل اللوحة الفنية الرائعة يا مدريد. الضربة يا يوميتش لكن بمحاناة القائم، كم كانت قريبة كم كانت خطيرة. يوميتش بروعة كان في اللقطة الماضية، لكن هجوم حتى في شوط المباراة الثاني. مندي شوف وين يتحرك على الناحية اليسرى، التغطية الدفاعية أقرب لجواو بعيد عن للملعب بشكل كامل، تمريرة تصل ليوميتش تحرك بجانب كاسيميرو تسديدة خلصت. توني يلعب الكرة لمالفيردي لمندي، ضاعت من مندي، جواو العائد للوراء، فيليكس يكسب خطأ دييغو سيميوني، فيتولو نزعة الهجومية أكبر، موراتا يحاول لكن الكرة طالت بعيد عن واحد على واحد أمام تريبير. مندي بتمريرة للوراء، من هنا مودريتش مر، مودريتش تسديدة ولكنها عدت بعيدة يا لوكا مودريتش، بعيدة لا يجد الثغرة مودريتش، لا يجد الثغرة المدهش، لأنه تقريبا موزعين بشكل رائع، لا يجد فرصة أو لا يترك مجالا للصدف. دييغو سيميوني يزرع لك خيار قادم، مندي كالعادة في الجهة اليسرى، مندي يحاول مرور أمام فيليبي، تغطية تدخل رائع من جانب أغوستو. راموس من نوعية اللاعبين اللي لا يتألمون من فراغ. وزاب إيكر كازياس وراؤول 12 نهائي سوبر إسبانيا، لكنها بدون أي متابعة خلصها الدفاع بالخطأ، وبعد ذلك خطأ احتسب حكم المباراة على يورين. الكرة لأرخيل، كوريا محاصر ثلاثة لاعبين لوكا وتوني يكسب الخطأ لمريكو، محاولة على اليمين تمريرة ليوميتش عرضية خطيرة بالرأس. يا الله يا مالي يا مالي مالي يا مالي 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 كانت صعبة الميراث، ضربت في الرأس وفي ركبته رفضت الهدف، ركبته لها علاقة بأتلتيكو مدريد. تقديم مستوى كبير حتى اللحظات الأخيرة، فيتولو لنودي وكرة. يا الله عدت الرد السريع من الروخي بلانكوس. يا دييغو ماذا لو كنت هنا يا دييغو. فيتولو التمريرة للوراء، لقاءات ما بين الفريقين يعني ليست وليدة اللحظة. هذه كرة لمصعة ريال مدريد، لحظة من الشوط الثاني من المباراة. مندي وتوني ومندي، مندي وتمويه، مندي وتسديد كرة لكنها مرت بعيدة وضربت مرمى، بعيدة وضربت مرمى. ويحك مندي، أتسدد مثل هذه الكرات على أوبلاك؟ ألا تعلم من هو أوبلاك اللي صد كرات شبه مستحيلة مثل هذه الكرات؟ لا يمكن. خطيرة مع موراتا إلى فيتولو، هذه خطيرة، فيتولو خلق، لكنه لم ينجح في استغلال فرصة. يا كوريا هذه عرضية بالرأس لكن عالية، جناح لا مثيل له هذا الكارفاخال، سجل بعد مباراة اعتذار ساول وكورتوا، ساول وفي القائم. يا الله إمكانيات
أوبلاك، رودريجو أوبلاك، رودريجو حطها بروعة، غير متأكدين. توماس وكورتوا، توماس يلعب، هو ضاعت. هل تؤكد الانتصار واللقب؟ مودريتش في المرمى، مودريتش الأملاق من صدي كرة تريبر، إنقاذ أتلتيكو يا تريبير، تريبير يبقي أمك يا أوبلاك لإنقاذ أتلتيكو يا أوبلاك، راموس مرينجي جميل. صلوا عليه وسلموا.